مش محتاجة انت جدا من برنامجنا على قد الايد واكلاتنا اللي كلها على قد الايد ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض اكلاتنا من الاكلات الجديده اللي هي مثلا زي ايه؟ بطاطس بالفراخ. دي اكله جديده بس كلها من مكوناتنا، يعني قطع فراخ، بطاطس، جبنه رومي مبشوره، بصل، زيتون، فلفل، توم باودر، ملح وفلفل، كلها حاجات بتاعت بيتنا عادي جدا بس هنكون منها اكله جديده. نعملها ازاي؟ بص احنا بنجيب بطاطس زي كده كبيره، طبعا انا عارفه كان زمان بيبقى في بطاطس الصغننه دي، يا ريت نلاقيها بتبقى الطف كتير طبعا، وبنقشرها ونقورها. فاكرينها اللي كنا بنعملها باللحمه المفرومه؟ احنا دلوقتي يعني صعب لما نلاقيها او صعب انك تقعدي تنقي بطاطس صغيره كده كتير، فبقى موجود الكبيره دي. ماشي، هنستعملها هي زي دي. بنجيب بطاطس زي كده تقشرها، انا بس عايزه اوري ايه البنات الصغيرين. ماشي، عشان الصغيرة مش بتلاقي، لو لقيتي البطاطس الصغيرة يبقى خير وبركة، بتبقى لطيفة جدا. بس احنا دلوقتي يعني الوقت عندنا بقى غير زمان، الوقت كان الأول نقعد بقى كتير قوي نقعد نقشر البطاطس الصغننة ونقورها وبعدين نحمرها، دلوقتي لا مفيش وقت للكلام ده. أجيب سكينة معلقة صغيرة عشان أوريكي نقورها ازاي كمان، يعني قورت كده التقويرة دي مش مقوار. لو بطاطس صغننه يبقى بمقوار، مقوار عادي جدا زي المقوار بتاع البتنجان والكوسه والحاجات دي ونورها بيها. البطاطس الكبيره لا، صعب جدا الموضوع ده، هتقعدي فيه كتير قوي. انما دي لا، احنا بصي بطاطسايه كده المقاس، تحاولي تجيبيها مقاس واحد يعتبر حاولي يعني. نبص من هنا قاعده كده عشان اوقفها عليها ونجيبها بالنص كده، هتبقى كده. نبدا نقورها كده، هكذا نقور لغايه ما نعمل لها تجويف حلو يشيل معانا كميه من الفراخ، اهي كده. بالطريقه دي ماشي اهي كده. نيجي على الثانيه نفس الحكايه، سهله جدا ما تاخدش منك اي وقت، يعني ممكن ناس كتير قوي هيلاقوا الصغيره ويجربوها على جنب ويجيبوا الكبيره، عادي بتحصل معايا. معانا محمد، اهلا وسهلا يا محمد. الو الو، ازيك يا محمد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. صباح الخير عليك. صباح النور. ليك اي سؤال؟ عايز اسال على شوربه الخضار. شوربه الخضار؟ ماشي يا محمد، شكرا ليك. تمام، قورناها بالطريقه دي، نبدا بقى نحمرها في الزيت. زيت كتير كاننا بنحمر بطاطس عاديه خالص، يعني بنحمر بطاطس عادي كده الصوابع دي، زيت كتير ونحمر فيها ده لغايه ما يبقى باللون ده كده، يعتبر كده ايه؟ مستويه كده، دي بطاطس مستويه خلاص. هنيجي بقى دلوقتي نعمل الحشوه بتاعتها. هنجيب صينيه قدها كده، قد الكميه بتاعتي، وابدا ان انا ايه ارص فيها البطاطس بعد ما حمرتها، يعني قشرتها وقورتها وحمرتها وابدا ارصها في صينيه كده، مش مهم تدهن. عشان اخلص الحشوه وابدا احشيها وهي مكانها كده. بالظبط، الحمد لله.
تمام كده. اجيب بقى اشوح بقى الايه عندي هنا، فراخ مقطعه صغير، دي صدور فراخ اللي هو الفيليه مقطع صغير بالطريقه دي مربعات، وجبنه رومي، فلفل، يا ريت تنزل مقادير تاني، فلفل رومي، بصل، توم باودر، زيتون ده اختياري لو مش عايزاه بلاش، مش بس هي كلها هيك على بعضها كده تبقى حشوه شبه البيتزا شويه او شبه شاورما الفراخ، فبتلاقي كلها على بعضها طعمها وشكلها حلو. اكيد نزلي المقادير بقى. ماشي اي المقادير معانا، يا ريت نصورها، عايزاكم تتعلموا على كده يعني، نتعلم نصور المقادير بحيث لو حاجه فلتت مننا يبقى كلها موجوده. النقل ممكن بيبقى ايه، بياخد منك وقت، انما الموبايلات بقى في كل حته دلوقتي التصوير على كده بيبقى اسهل لك كتير يعني. ماشي شوية زيت، شوية بصل صغيرين كده مقطع صغنن، وشوية ملح، عندي هنا شرايح الفراخ هحط عليها معلقة صغيرة توم باودر مع شوية ملح وشوية فلفل وأقلبهم مع بعض. يبقى توم باودر وملح وفلفل. ماشي. ممكن قوي طبعا بيطلع بطاطس من دي كتير، حمريها برضو، يا اما هتتقرمش كده يا اما كنا نعملها فرشه تحت البطاطس. ماشي برضو تتاكل معاها تبقى حلوه جدا طبعا. عارفين لا بنرمي تقوير كوسه ولا تقوير ايه بطاطس، الاثنين يعني الحاجات اللي تتاكل دي مش تقويرها ابدا. تمام نشوح البصل كده شويه، ننزل معاه الفلفل الرومي مقطع صغنون كده، همسه معانا، همسه اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ازيك يا مدام بيلاء؟ الحمد لله، ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله، انا اول مره اكلمك في البرنامج كنت عارفه ان هوصلك اصلا. يا اهلا وسهلا بيكي، اهلا وسهلا، ازيك؟ الحمد لله تمام، ازي حضرتك؟ الحمد لله والله الحمد لله. ليك اي سؤال؟ انا عايزه اعرف طريقه الكريب. الكريب حاضر. ماشي شكرا ليك، شكرا جدا، شكرا يا حبيبتي، شكرا. موضوع الكريب ده سالتك عليه كتير امبارح، كتير لقيته على صفحتي، على صفحتي في سفره، لقيت على كل حته كريب. يعني الكريب ده سهل جدا، بس طبعا اكيد اللي بيسال عليه بس صغيره يعني اكيد. فهي عباره عن ايه؟ هجيب كوبايه دقيق واحده، كوبايه دقيق وبيضة وكوباية ونص لبن، كوباية دقيق وبيضة وكوباية ونص لبن، هتضربي البيضة مع كوباية ونص اللبن مع شوية ملح وفلفل لو هنعمله حادق مع شوية فانيليا لو هنعمله ايه حلو، ضربناهم مع بعض حلو كده، نبدأ نضيف عليهم ايه كوباية الدقيق ونخليها عجينة سايلة. هنجيب طاسة ويدوك معاكي فرشة مثلا او حتى منديل يكون فيه زيت، امسحي كده بس مسحة صغيرة من الزيت، وبكبشه واحده، ويا ريت تسيبي العجينه تستريح حبه، تحطيها في الطاسه وتبداي تقلبي الطاسه كده تفردي فيها الكريبايه، هتلاقيها خلاص شمعت على الناحيه الاولانيه وودت لون احمر شويه او يعني مش احمر اصفر، اللي بيها على الناحيه الثانيه. بس هو ده الكريب، سهل جدا جدا. وبعدين احشيه بقى او كليه زي ما انت عايزه، ممكن بيتاكل بجبنه وعسل، عسل بطحينه مثلا وجبنه بيضة، بيتحشي لحمه مفرومه ويحط في الفرن بأي حاجة، حاجات بتعمل حاجات كتير جدا جدا، بس ده الكريب الأصلي هو كده أصله كده، وكده شكليه بقى زي ما أنت عايزة حلو أو حادق. وفي ناس بيستعملوه عيش كعيش يعني. حط بقى الفراخ اللي أنا حاطة لها معلقة الثوم الباودر الصغيرة وملح وفلفل.
معانا رؤية. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا بشكر حضرتك عشان حضرتك علمتني حاجات كتير بصراحة. ربنا يخليكي. ليه سؤال عن حضرتك بس. اتفضلي. منين ما اعمل قراقيش او اي حاجة فيها معجنات بلاقي عضة فيها. بتلاقي عضة؟ عارفة ليه؟ بتطلع معاكي نية شوية من الفرن. ما هقول لحضرتك، حضرتك مثلا بتعملي لنا القراقيش مثلا على درجة 200. فأنا بعملها على درجة 200. ما هي ممكن تبقى ال 200 عندك ديت حامية قوي. فتحمر لك فوق وتحت وتسيب من جوه ني، فتسيبيه بعد كده ينشف تلاقي فيه العضه بتقولي عليها دي. اعملها على درجه كام مدام؟ اعمليها على 180 زي يعني الكيكه. زي الكيكه. لا ده انت الكيكه عندك اقل من كده كمان بقى، يعني مدام 180 عندك ده حامي كده هتنزلي كيكه لغايه 170. بس الكيكه بتطلع معايا حلوه. تطلع معاكي مظبوطه على 180؟ على 180 تمام. طب خلاص برضه اعملي قريش على 180، اصل كده انت عندك ال 200 حاميه قوي، عشان هي دايما العضه بتاعه الكحك او القراقيش او الكلام ده كله بتيجي العجينه بتبقى نيه، حتى في الحقيقه اول ما بتطلع معاك تلاقيها نيه من جوه وما بتنشف، عامله زي الطوبه من جوه، فهي ديت الموضوع بتاعها بس. بصوا كده انا حطيت ايه؟ هي دي الفراخ بتستوي طبعا، هسويها خالص. هنزل معاها شويه زيتون. طبعا ما تكترش يبقاش حادق معانا. معانا حبيبه، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. ليكي سؤال؟ عايزه اسال عن طريقه الدونت. طريقه الايه؟ الدونت. الدونت؟ حاضر. ماشي حبيبتي. شكرا ليكي. بصوا بقى كده ابدا احشي كل فرخه، كل فرخه كل بطاطسايه بالفراخ. متوصيه بيكو. ماشي كده. واروح مديها فيها ايه؟ جبنه رومي مبشوره بس، وادخلها الفرن تتشمع مع بعض، مش اكتر من كده. دي حاجات بقى من المقبلات اللي بتتقدم في العزايم او جنب الاكل كطبق جانبي، لطيفه جدا جدا. ماشي، انا هكمل بقى كل دول بنفس الطريقه دي كده، وهطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. وفاصل ونواصل. على قد الايد. رجعنا من الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض طبق تاني بقى. هنعمل مكرونه سباكيتي باللحمه المفرومه. ازاي؟ عندنا مكرونه سلقينها، ماشي، عندنا لحمه مفرومه، بصل، فلفل الوان، طماطم، جبنه موزاريلا وجبنه رومي، بقسماط ناعم، وقرفه وجنزبيل. هنسوي الاول اللحمه، سمنه روابي. هناخد بسم الله الرحمن الرحيم معلقه سمنه روابي، بتشيلها بتدلع عشان تطلع حلو، معلقه سمنه كده، معلقه سمنه روابي، البصل، حب بصل كويسين كده، بصلايه يعني كبيره، يعني نحاول نكتر البصل في الاكل، كتروا البصل في الاكل بدل ما تستعملي بصلايه كده، لا خليها كده. بصوا بتسكر اول حاجه، بتخلي طعم الاكل حلو قوي، طعمه مسكر كده، فيه سكر، مش طعم السكر السكر، لا تحس ان الاكل بتاعك مسكر، ليه طعم حلو. ده اول حاجه. تاني حاجه ان هو مضاد حيوي حلو جدا، فمغذي جدا جدا، ماشي، وبيساعد ان الواحد اعصابه تهدى. فالبصل كتريه في الاكل قوي، دايما استعملي البصلايه الكبيره، ماشي. هنحط بعد البصل اللحمه، وبعدين الفلفل، وبعدين الطماطم، كاننا بنعصج لحمه عادي خالص، ماشي. حط شويه ملح، وهننزل اللحمه خلاص هي طريت كده. وطبعا كل لما تعوزي البصله ما تبانش في اللحمه بتصغريها اكتر، وبتديها سوى على النار اكتر، لان هي كل ما بتستوي بتبقى شفافه كده، تدبل وتقرنها شفاف، فما تبانش قوي في اللحمه. فاهم ازاي؟ مش همك ومش مشكله، خلاص بتستعمليها على طول. حط اللحمه
بسم الله الرحمن الرحيم. معانا ناديه. الو، اهلا وسهلا. مساء الخير يا صباح الخير. صباح الخير عليكي. صحتك؟ الحمد لله. الحمد لله. ازي حضرتك؟ عايزه منك حاجه. اتفضلي. عايزه بسكوت الشوفان المقادير بتاعته، وبعدين عايزه اقول لك على حاجه اذا كان ممكن. طبعا. المقادير اللي بتطلع بيشيلوها على طول، يعني ما بلحقش نصور، ما بنحقش نصور. حتى بتاع الشيف اسامه اتفرجت، بيشيلوها على طول، ما فيش ثانيه ويشيلوها. حاضر، هقول لهم. حاضر، نطول شويه. كان ممكن تقولي لهم؟ طبعا طبعا. حاضر، عايزه بسكوت الشوفان. حاضر، شكرا. شكرا لك. هنطلع لك الحاجه وتصوريها، وان شاء الله ايه، ما تقلقيش، ان شاء الله هنطولها شويه. بص، قطعه اللحمه المفرومه، ملح، فلفل، قرفه، جنزبيل، العادي بتاع اللحمه المفرومه. واسوي اللحمه كويس دي كده. انا بعصج اللحمه، ماشي، عشان اللي ما يعرفش من البنات الصغيرين. دي كده انا بعصج لحمه عادي خالص. ابدا بقى اديها ايه، الفلفل والطماطم، واخليهم يستووا كلهم مع بعض. بسكوت الشوفان معانا، يا ريت تلحقي تصوريه بقى ان شاء الله. ماشي، فلفل الوان، طماطم مقطعه صغيره كلهم قد بعض كده، واقلب ده كله مع بعضه. مكرونه باكيتشي مسلوقه طبعا، واسيبهم بقى كده ايه، يستووا مع بعض ونروح مع بعض. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه بقى في المكرونه السباكيتي دي؟ اوريك هنعمل ايه مع بعض دلوقتي. اهي كده اسيبها واخلي بالي منها برده. ماشي، هجيب هنا صينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد مسحه من السمنه، ابطن كده الصينيه علشان لما اعمل المكرونه تطلع منها بسهوله. معانا عمرو، كلمنا تاني. شويه بقسماط ناعم، كده بطنت الصينيه بالبقسماط الناعم. اجيب بقى الايه، المكرونه. بس راح ادي تقليبه الاول للحمه. ماشي كده، مكرونه سباكيتي اهي كده. هنحاول نخليها افرد كده، كده ماشي. طبعا عايزه ترصيهم جنب بعض بقى، واحده واحده على مهلك كده، رصي براحتك. اجيب عليهم جبنه رومي مبشوره كده، ماشي كده، وابدا الفها كده حوالين نفسها، الم كده وانا ماشي كده كده بقت عاملاها زي الايه، زي عيش العصفوره كده. ماشي، واخده كده حطه هنا. الجبنه انا حطها دي بقى هتعمل زي السمغ مع الايه، مع المكرونه.
تاني. دي بقى بتبقى زي ايه، بدل مثلا صينيه وهنقطع والكلام ده، لا دي تطلع الحته كده في طبق لوحدها لواحد، يعني حته حلوه قوي كده لواحد مش كده. اهي حط جبنه رومي مبشوره كده، ده الصمغ بتاعها، الصمغ كمان والحيقان بتاعها بيخلي طعمها حلو جدا. ونلفها كده، بصوا كده نخليها زي العشه كده. نحطها هنا كده. تمام. هو النص كيلو بيعمل حوالي ستة من العشش دي، اللي هو كيس المكرونه. معانا شهد، اهلا وسهلا. ايوه ازيك يا شهد؟ أهلا شيف، عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك انت، عاملة ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. ايه اخبارك؟ انا عايزة بس اسأل عن كيكة الموز بالشوكولاتة. حاضر، عيني. انا بشكرك وانا بحبك جدا جدا جدا. شكرا يا حبيبتي، كل سنة وانت طيبة، متشكرة ليكي جدا. طبعا كل شوية اقلبها كده عشان خلاص اهي بتستوي. ماشي. جبنا الرومي والف كده. بصوا كده، طبعا ممكن تصغري يعني لو عندك اطفال صغيرين بلاش تعمليها كبيره كده، واعملي العش صغنن يعني مثلا ايه كده، ممكن تعملي العشه كده بس صغننه كده. ماشي، تحطي عليها جبنه رومي كده خلاص كده كده. ماشي، وتروحي عاملاها عشه صغننه. مين؟ مايكل، اهلا وسهلا. بصوا عشه صغنن كده، فدي الاطفال يا مايكل. ايوه. ألو. ايوه ازيك؟ كويس. عامل ايه؟ كويس الحمد لله. ليك اي سؤال؟ انا عايز اعرف طريقة عمل الدونت. القرص؟ الدونت، طريقة عمل الدونت. لا مش سامعاك، بيقول ايه؟ بارس الدونت. حاضر، يا ريت. طب يا ريت دور عليها وطلعها لي على الشاشة، وريني شطارتك بقى. بدل فصيح قوي كده، وريني شطارتك بقى. بصوا كده، دي بقى صغيرة الأطفال الصغيرين بقى. أهو كده كده. ماشي. طبعًا مبطنة بسمنة وبقسماط ناعم عشان تطلع الواحدة بوحدتها كده. تمام. آخر واحدة عشان نحشي بقى ونحط على وشها الجبنة الموتزاريلا. معانا مقادير اللي احنا بعملها دلوقتي دي اهو، العشش، عش المكرونه، يا ريت نصورها او ننقلها علشان ما ننساش حاجه منها. ماشي، ادي كده، ادي عش صغنن وجنبيه ايه عش كبير، مش مشكله، دي مش هتفرق معانا قوي. هنيجي بقى هنا كده نحط اللحمه. ايوه بس جوه العش بقى نحط اللحمه دي. هنوسع كده. وننزل فيها لحمه مفرومه كده. وعلى
على وشها حبه كمان. طبعا الحفره دي مش تاخد كتير، فنحط على وشها كمان. وكده كده انا هحط جبنه موتزاريلا فهتمسك كل ده. انا بس انا بحط جوه شويه كده، نحط على الايه، على الوش. كده بس بحط جوه واروح حاطه ايه من بره. بس كده لطيفة جدا وفكرتها حلوة وجديدة وتغيير، بدل ما كنش مكرونة بشاميل المكرونة، لا دي لطيفة قوي برضو. كده احط على وشها الموتزاريلا بقى. يبقى عملتي صنف جديد. يعني عايز اقولك ما خدتش بقى الكيس المكرونه، ما كملش ربع كيلو اللحمه، يعني حاجه قليله جدا، ما فيش اقل من ربع كيلو اللحمه. يعني لو عملت ربع كيلو لحمه عصقتيه مع الفلفل والبصل والكلام ده كله، هيرمي لك حبه كتير جدا، هتعملي منها وتدش بقى في الفريزر زي ما انا عملت كده. يعني ما شاء الله هيتشال منه كميه كبيره جدا، اعملها في مره ثانيه. يبقى انا عملت وجبه اقتصاديه جدا، عباره مكرونه بدل ما مكرونه حمراء، لا انا جبت مكرونه وجبنه الرومي المبشوره، ما خدتش برده غير كميه قليله جدا، ما كملتش اي حاجه خالص. وعملتها طبق جديد وهيلفت الانظار جدا، وجبنه الموتزاريلا برده قليله جدا، يعني ما كملتش نص كوبايه ونص كوبايه، ما كملتش. تمام، وادخلها بقى الفرن. معانا فاطمه. ايوه، ازي حضرتك يا مدام نجلاء؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الحمد لله. بقول لحضرتك انا كوليسترول، مريض السكر والكوليسترول عندي طلع عالي قوي، بس انا مش بحب الادويه كده، فيا ريت حضرتك بس على في بعض الاكلات او في بعض الخضروات اللي ربنا خلقها، لان دايما الادويه لها اعراض جانبيه سيئه بتساعد على خفض الكوليسترول. يا ريت حضرتك بس نبقى يعني نعمل على اعرافها يعني. طب مهم قوي بالنسبه لك اول حاجه زيت الزيتون. ايوه بعمله الصبح باخد معاه. ده مهم جدا جدا. حاجه حاضر. بقى الخضروات لا في طبعا، لا حاضر، انا هبحث لك كده واشوف لك، وان شاء الله هعمل لك يعني هحاول على حاجات كتير، بس اهمها زيت الزيتون، ده مهم جدا جدا جدا. يعني خلي كل اكلك بقى بزيت الزيتون، منه هيخفض الكوليسترول جدا، وبيحرق دهون، ويعني صحي قوي قوي ان شاء الله يعني. ماشي، بصوا ادي الصينيه معايا طلعت اهي، بتاعه البطاطس اللي عملتها بالفراخ. طبعا لو عملتي حتى دي جنب دي نواشف حلوه جدا، كل واحد كده عش مكرونه جنبيه حته بطاطسايه، خلاص خلصت على كده. ماشي، طيب كان في اي سؤال نقوله؟ طب معانا مروه الاول. يا مروه صباح الخير. صباح الفل عليكي. انا بحب حضرتك قوي. ربنا يخليكي، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. حضرتك ممكن كنت حضرتك عملتي ايس كريم بالخوخ، ممكن تقولي حضرتك عليه والطريقه؟ بصي هو ما فيهوش حاجه خالص، هو كريم شانتيه عادي جدا، بتاع اللي بتحملي بيه التورتات، يعني بتجيبي ايس كريم شانتيه وتضربيه، والخوخ بتجيبيه وتروحي عاملاه البوريه، او تسلقيه لو هو ناشف وتعصريه من غير ميه، يعني تضربيه في المطحنه من غير ميه وتضربيهم بعد كده اتنين مع بعض، بيعمل لك ايس كريم حلو جدا جدا. هو ده مفيش اكتر من كده، خوخ مانجا فراوله اي نوع بنعملها، بس بوريه عصير تقيل قوي يكاد يكون من غير ميه، وكريم شانتيه مضروبه ونحطهم الاثنين على نضربهم بعض برده بالمضرب الكهرباء، وبعدين نحطهم في الفريزر، بس مش اكتر من كده. تمام، كان في اي اسئله جات لنا؟ الدونات طب بعد الفاصل. طيب هسيبكم دلوقتي فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، وتعالوا بقى نعمل عيش. احنا عملنا المكرونه وعملنا البطاطس، نعمل بقى ايه؟ عيش.
عيش النهارده باليانسون. طبعا اليانسون مغذي جدا 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 ومهدئ للاعصاب جدا، فنحاول نستغله ونشربه كتير. يعني نحاول بدل ما كله شاي شاي شاي، لا ناخد ايه واحد ينسون كده في النص. مهم مهم قوي يعني، يا ريت. انا بقول لنفسي كده نفس الكلام برضو، يعني لو واحد ينسون في اليوم حلو جدا، مهدئ للاعصاب قوي. خلاص، والاطفال كمان حلو جدا جدا. احنا عارفين كان زمان جداتنا ومامهاتنا كان دايما الاطفال بيعملوا كراويه، ينسون، كمون. انا ما بشوفش ام بقى من الجداد دول خالص بيعملوا الموضوع ده خالص، يعني ما فيش ام شفتها جديده بتعمل مشروب اليانسون او مشروب الكراويه او الكمون او الكلام ده للاطفال خالص، مش عارفه ليه. عايزين نرجع تاني للمشروبات دي، بنغليها كانوا بيعملوا ايه بقى؟ بصوا جيبوا حاجات زي كده كان ينقوها زمان، دلوقتي حتى مش محتاجه انك تنقيها، هي حاجات نظيفه خلاص، بتتشطب ماشي، وبعدين بتتحط تتغلي في ميه، في منها الباكتات، اوكي اي حاجه اي حاجه، مش عايزه تجيبي الشاي في الباكت اللي زي الشاي كده. ويتغلي على النار غلوه، وتروحي ايه مغطيه وسايباه لغايه ما يهدى شويه خالص، وبعدين تحطيه ببرونه للاولاد او الكوبايه لو هم فوق السنه وياخدوها، حلو جدا جدا مهدئ الاعصاب قوي. نرجع لمشروبات زمان، ينسون، كمون، كراويه، كل الحاجات دي مهمه قوي قوي. فالنهارده هنعمل بيه ايه؟ عيش، عيش اليانسون. عندنا دقيق ينسون هنطحن منه شويه، خلي شويه لبن، معلقه كبيره من ال، لا هناخد معلقه صغيره عشان هحط معاها بيكنج باودر، معلقه صغيره خميره، معلقه صغيره بيكنج باودر، رشه ملح، ده لبن الوش، لبن بودره للوش. خلاص، هاخد شويه من اليانسون دوت اطحنها، وشويه اخليه للوش اطحنه عشان يبقى ريحه العيش كله ينسون. العيش برضه للاطفال ده حلو جدا ماشي. نيجي بقى هنا كده وناخد ايه؟ عندي الدقيق اهو، 3 كوبايات دقيق، معانا المقادير على الشاشه يا ريت نصورها. 3 كوبايات دقيق عليهم معلقه صغيره خميره، معلقه صغيره بيكنج باودر، رشه ملح، وناخد اليانسون اللي طحناه، ناخد منه معلقه صغيره مليانه، معلقه صغيره مليانه، ونقلب ده كله كده. يبقى انا بقلب ايه دلوقتي؟ 3 كوبايات الدقيق، معلقه صغيره خميره، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره مليانه ينسون مطحون. هاخد بقى معلقه كبيره سمنه روابي، بس احاول اسيحها. معانا ياسمين، يا ياسمين، ياسمين. الو الو، ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك يا ياسمين؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. ليكي سؤال؟ انا بحبك قوي والله، وكل يوم بتفرج عليكي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. بتساعدي ماما ياسمين؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. بتساعدي ماما ولا بتهربي من السؤال؟ بساعد. بجد؟ عندك كام سنه؟ عندي 11. لا كبيره، يبقى لازم تساعديها. تمام؟ ايه؟ لازم تساعديها ان شاء الله. ان شاء الله. سلميها عليها تحياتي ليها يا حبيبتي. شكرا ليكي. ١١ سنة دي يقول لك لا انا ما لسه صغيره، الام بتقول على بنتها كده على فكره كمان. صغيره بقى مش هتعرف تعمل حاجه، لا حاجات البسيطه ومهمه جدا. ايديها لما تاخد على عمايل الحاجه دي مهمه جدا برضو. بس معلش السمنه كده. خلاص كده يبقى انا حطيت هنا ايه؟ نرجع تاني مرجوعنا لدول. هنا 3 كوبايات دقيق، معلقه صغيره خميره، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره مليانه ينسون، ورشه الملح. عندي هنا لبن العجن، وعندي معلقه سمنه روابي.
شويه لبن كده، سيح السمنه، مش عايزه اقدحها، انا عايزاها بس ايه تسيح. طيب كده هي هتسيح عليها، ماشي. هاجم باللبن كده معانا حنان. اهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم. يا صباح الفل. ازي حضرتك؟ انا طلبت منك كم مره حاجات وتقولي لي حاضر وتركنيني وما بتعمليش طلبي. زي ايه قولي؟ مش المهم، انا دلوقتي عايزه طريقه العيش الفينو وايه الدقيق اللي انا اتعامل بيه والكريب، بس بعد ما هقفل مع حضرتك علشان اكتبه بسرعه. حاضر. عينيا. العيش الفينو غير العيش البلدي، ممكن نستعمله اي دقيق. العيش البلدي او العيش اللي بيعمله في الطاسه ده بنحتاج له عيش لازم يتفرد معانا حلو زي عيش الفطير كده، احنا بنسميه ليه دقيق عيش علشان يفرد معايا حلو، ما يبقاش عامل معايا زي الاستك، ماشي. وايه تاني كنت عايزه؟ ايه الكريب لسه قايلاه من شويه، اللي هو بنعمل كوبايه من الدقيق عليها كوبايه ونص من اللبن عليها بيضه، هتضربي البيضه مع كوبايه ونص اللبن وتحطي لها ملح وفلفل لو هتعمليه حادق، وتحطي لها بعد كده الايه فانيليا لو هتعمليه حلو. خلاص بس كده، ما تزعليش مننا يعني لو كنا بننسى، ان احنا يعني الاسئله تيجي كتير جدا وابقى مركزه في الوصفه جدا ان انا بعملها علشان ايه، هي دي تبقى الاساس. بعد كده الاسئله بقى ايه اللي بفتكر السؤال لازم اقوله علشان كله يستفيد، ماشي. ان العملي اكتر هنا بيبقى اكتر. الاسئله اللي بتجيلي بحاول انا اول باول بقولها، اللي بيتنسي ده اعذريني فيه معلش، عشان كتير يقول لك لا انت بتقولي وصفه وانت بتشتغلي بحاجه، بيبقوا زعلانين برضه، فيعني بنحاول نراضي جميع الاطراف. تمام كده؟ هقول لك العيش الفينو. حاضر. بصوا كده انا عملت ايه؟ عشان ما لخبطش بس من العيش الفينو ده، هنا 3 كوبايات من الدقيق، معلقه صغيره خميره، معلقه صغيره بيكنج باودر، رشه الملح، حطيت لبن العجن وحطيت معلقه من سمنه روابي. وادي معانا العيش الفينو اهو على الهوا، يا ريت ننقله او تصوريه، ماشي كده. ودقيق العيش الفينو اي دقيق عادي جميع الاغراض، ومهم كمان في العيش الفينو انك بتخمريه مرتين، مره بتخمريه بعد ما تعجنيه، والمره الثانيه بعد ما تشكليه وتشكليه على الصينيه اللي هتخبزي فيها، دي حاجه مهمه جدا جدا، ماشي ان شاء الله. بصوا ادي كده العجينه بتاعت عيش اليانسون، ايوه كده حلو قوي طريه كده. اشيل بس الكركبه دي من جنبي. اللي كانوا طالبين الدوناتس معانا هي تصورها برضو، والدوناتس برضو بيتخمر مرتين، مرة في العجينة ومرة بعد ما نشكلها ونعملها بالقطاعة نسيبها تخمر قوي قوي، وبعدين نحمرها في الزيت سخن بس مش زيت مقدوح. نصور، اللي يشوف حاجة يصورها اللي عايزها. ادي بصوا كده العيش اهي، بصوا ده عيش اليانسون عجنته عامله ازاي، تحفه. نجيب بقى الخمرانه، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هتفرقع. بصوا نفس المقدار ده، هو ده تلات كوبايات الدقيق، معلقه الخميره، معلقه البيكنج باودر، رشه الملح، معلقه سمنه روابي، ماشي، ولبن العجن وميه العجن، يعني نعجن بالاثنين. نغطيها كده ونسيبها تكبر زي دي بالظبط، زي اختها بالظبط. نيجي بقى هنا كده، ادي كده العجينه بتاعتنا. بسم الله
الرحمن الرحيم. نحاول بالراحه كده طبعا ما نعجنهاش تاني عشان لو عجناها تاني هتلاقي ايه فقدت الخمر بتاعها. نحاول اظبطها كده. حاول اقطعها كلها قد بعضها كده. الحرف ده وحرف ده نعملها واحدة. معانا دعاء. يا دعاء بصوا اسهل تقطيعة عيش. يا دعاء. ايوه. ايوه ازيك؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. ليك اي سؤال؟ ايوه بس البسبوسه. البسبوسه حاضر. طب هنزلك مقدره وتصوريها؟ طيب ماشي. ماشي اوكي. شكرا لك يا دعاء. بصوا اسهل تقطيعة عيش انا عملتها لكم دلوقتي حاجه سريعه جدا. دعاء كمان اهلا وسهلا. يا دعاء ناخدها كده. كلمينا تاني معلش. ماشي بالطريقه دي كده. ونبقى عشان هي لسه هتنفش تاني. ماشي شوف صينية كمان. هنعمل بقى وشها بايه دي؟ هنديها كتير مش بيحب. في اللي بيحب البيض ماشي اوكي ربي بيضايه مع شويه فانيليا وحطيها على وشها. في ما بيحبش البيض انا هعملها بلبن بودره وشويه ميه صغيرين وندهنها بيها. ماشي؟ حاضر حاضر حاضر. انا ضيعت كل الفرش. ماشي. ممكن نعمل بمنديل. الغلطه غلطتي. ماشي بعترف. معانا احمد. يا احمد الو. الو ازيك؟ الحمد لله. ممكن توطي التلفزيون شويه؟ حاضر. ايه اخبارك يا احمد؟ الحمد لله. الحمد لله. ليك سؤال؟ سموزي بالكوكتيل. الايه؟ سموزي بالكوكتيل. سموزي. حاضر. انتوا في حاجه عندكم في المايكات ولا ايه؟ بصوا كده انا بحاول ايه بالراحه بنزل نقطه نقطه كده على اللبن البودره بعمله زي العجينه السايبه شويه. ده طبعا بيخلي كمان طعم العيش حلو قوي وريحته حلوه جدا. بس كده نيجي بقى كده. حاضر. ناخد كده بصوا اهي دي كده ونمشي كده على الايه على العيش بتاعنا. ده هيدي لون حلو قوي وطعم حلو وريحه حلوه وهيمسك اليانسون اللي هحطه على الوش فيها كده. وحلو قوي ما تسيبيه طبعا يخمر كمان حبه قد ربع ساعه ولا نص ساعه وبعدين تدخليه الفرن يطلعهولك هايش جدا بقى. حاضر.
ماشي كده. طيب وكده بقى ايه، هطلع هدخله الفرن وهطلع في فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا وفاصل ونوصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي العيش لسه في الفرن، يعني حطيته سبته شويه وبعدين دخلته. بيقعد له حوالي تلت ساعه، من تلت ساعه لنص ساعه بالكتير قوي، ما بيقعدش طبعا نص ساعه دي ابدا، بس ده سميك فبتخليه على درجه حراره 180 درجه زي كيكه بالظبط، عشان يستوي من جوه، عشان ما تلاقوهوش بره وجوه مستوي، من جوه فيه عجين خلاص. فتلاقي فيه العضه اللي احنا كان فيه زميلتنا او صديقتنا كانت بتقول عليها، اللي هي بتبقى في حاجه ناشفه في نص العجين كده، هي دي خلاص. فانا بخليه على 180 درجه لغايه ما يستوي من جوه حلو قوي، وبعدين يبدا يحمر من الجهتين، مش هو يحمر من بره وبعدين من جوه يبدا يستوي، لا العكس خلاص كده. طيب نعمل مع بعض دلوقتي كمان بسكوت حلو جدا بالرده. بسكوت الرده منه بسكوت خفيف، ينفع اللي عاملين دايت يعني، ليه كذا مخرج حلو جدا، وطبعا الرده مفيده جدا خلاص. فاحنا عندنا هنا كوبايتين من الدقيق، ولا كوبايه ونص دقيق، نص كوبايه رده، كوبايه ونص دقيق، نص كوبايه رده، نص كوبايه سكر ماشي، ربع كوبايه زيت، نص كوبايه لبن، واحده واحده بقولها اهي، معلقه بيكنج باودر، بيضه، فانيليا، قرفه، مش عايزه القرفه بلاش، انما القرفه معاها برضو، القرفه مغذيه وتديها ريحه حلوه وطعم حلو. عندي هنا نص كوبايه الرده، احط عليها نص كوبايه اللبن، اخلي الرده تشرب من ايه، تشرب من اللبن، تتنقع فيها شويه، بصوا تشربها ازاي، طبعا زي العجينه على طول، ان هو برضه دقيق في الاخر يعني، نخلت الدقيق. عندي هنا كوبايه ونص من الدقيق، هحط عليها معلقه كبيره بيكنج باودر، ويتقلب برضه مع رشه ملح، بشوكه كده نقلبه، حط رشه الملح، يبقى انا كده عملت ايه بالراحه خالص اهو، كوبايه ونص دقيق حطيت عليها معلقه البيكنج باودر ورشه الملح، نص كوبايه الرده حطيت عليها نص كوبايه اللبن. هجيب هنا مضرب كهرباء او عجان او على ايديا حتى، بس المضرب حتى يدوي. هجيب نص كوبايه سكر بودره، ربع كوبايه الزيت، واضربهم مع بعض، نص كوبايه السكر، ربع كوبايه الزيت، بس يعني ربع كوبايه مليانه شويه، قولي تلت كوبايه زيت كده مليانه حبه، واضربهم كده مع بعض، البيضه معانا. ريهام اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا فندم. ازيك يا ريهام؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. ليك اي سؤال يا ريهام؟ كنت عايزه اعرف طريقه البسبوسه والكريم كراميل. البسبوسه والكريم كراميل، حاضر. يا ريت نشوف البسبوسه عشان دي تاني طلب ليها. بصوا كده ادي ايه، هقول تاني، كوبايه ونص من الدقيق، معاها معلقه البيكنج باودر ورشه الملح، ومعاها كمان معلقه الايه، القرفه الصغيره المليانه، وعندي هنا نص كوبايه رده عليها نص كوبايه من اللبن. بصوا عملت ازاي شربتها خالص ازاي، بس بتطري الرده بقى، ما بتخليكيش لما تيجي تاكلي البسكوت تحس ان في حاجه ناشفه كده، لا بتطريها قوي. هنا حطيت ايه،
ربع كوبايه الزيت او ثلث كوبايه الزيت مع نص كوبايه السكر مع البيضه مع الفانيليا. ربع كوبايه الزيت، نص كوبايه السكر البودره مع البيضه مع الفانيليا. نحط بقى الحاجات دي كلها على بعض. الدقيق مع القرفه مع البيكنج باودر مع رشه الملح، قلبتهم مع بعض كده. وادي نص كوبايه الرده مع نص كوبايه اللبن، وعجن ده كله مع بعضه بالراحه كده. خلاص كده كل المكونات دخلتها، بصوا جوه بعض ازاي. الترتيب ده مهم قوي، ان انا احط الاول الرده مع اللبن دي مهمه، البيكنج باودر مع الدقيق مع رشه الملح مع القرفه كلهم مع بعض في ايه، في حاجه تانية. اجي بقى هنا حطيت الاول الزيت مع السكر البودره، ضربتهم مع بعض، حطيت عليهم البيضه والفانيليا، وبعد كده رحت كل اللي مجمعاه حطيته مع بعضه بقى يتعجن مع بعض. ماشي، واخبار العجينة كده ايه، كده طرية كده، محتاجة احط لها دقيق، احط لها كده معلقة او اتنين دقيق. تعالي بنعالج كل حاجة كده بنفسنا. وبص على في الفرن ايه الاخبار. اهو بصوا بدا يحمر اهو شويه شويه، واللي تحت خلاص بس اخليه حبه برده عشان ايه يستوي من جوه حلو قوي. تمام، ادي كده عجينة البسكوت. شوف نص كوباية الردة يعني خليتها ايه بني بني، اظبطها كده بايدي احسن. هبص العجينة اهي، انا اطلعها دلوقتي اجيب بس حبة دقيقة انزلها عليها. ماشي، بسيبها بقى ترتاح عشان التلزيق دي تروح من ايديا. ماشي، بسيبها ترتاح شويه وبعدين اروح ايه ابدا افردها بنشابه واقطعها. طبعا هفردها دلوقتي، انما انت بتسيبيها ترتاح هتلاقيها ايه معاكي حلوه جدا ومفيش اي تلزيق فيها خالص. ايدي بقى دلوقتي معانا دعاء. الو الو، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازيك يا دعاء؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. حضرتك على حاجه، قولي حبيبتي. عايز اعرف عمل طريقه عيش السن بالمكرونه البشاميل. المكرونه البشاميل، حاضر، انا شكلي هعملها قريب تاني مكرونه بشاميل دي، لان هي طلبت كتير قوي. حاضر، المكرونه البشاميل دي اساسيات العزومات المصريه، لازم اي عزومه تلاقي مكرونه بشاميل، اي فرح تلاقي مكرونه بشاميل. فحاضر هنحاول نعملها تاني قريبا جدا على اصولها، يعني على قديمه زي ما بيقولوا. بص كده نفرد كده بالراحه، عارفين البسكوت ده رامي كده ايه منه على عيش على بسكوت ناشف، الاتنين على بعض. معانا مها.
ايوه اهلا وسهلا. ازيك يا مدام نجاة؟ ازي حضرتك؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير ربنا يخليكي. دايما بخير يا رب. احنا وانت يا رب. احنا وانت ام سيدنا محمد كلها. الله يكرمك يا رب. الله يخليك. اللي انت بتعملنا كله بصراحه لاني جربت من حضرتك وصفات كثيره جدا وطلعت مظبوطه، يعني كفايه الدقه والامانه في المقادير. ربنا يخليك. الحمد لله. الحمد لله. جزاك الله كل خير. ربنا يخليك. والعاملين واسره البرنامج كله يا رب يا حبيبتي. متشكره جدا ليكي. الله يخليكي يا مدام نجاة. الله يخليكي. ليك اي سؤال؟ والله انت مش مخلينا بصراحه عايزين اي سؤال. ربنا يخليكي يا رب. ميرسي جدا ليكي وذوقك. الصحه والعافيه وميرسي جدا. شكرا جدا ليكي. شكرا لحياه اهل الشرقيه كلهم. بصوا بقى كده هحاول ننضفها بس كده شويه، مش عايزه عليها دقيق قوي، ما تبقاش بيضة بس شويه، وابدا اقطعها طبعا التقطيع اللي انت عايزاها. بس انا النهارده هعمل سهل في السهل كده، بسهل لكم وانتوا بقى ايه الفاضي وعنده وقت ممكن بقى يقطع مقطعه مدوره اشكال اي حاجه، يعني طبعا مش محتاجه وقت ولا حاجه قوي، مش حاجه صعبه قوي، بس انا بسهل قوي قوي يعني بخليها لك سهله قوي، وانت بعد كده حسب وقتك اعملي، عشان في ناس كتير مبقاش عندهم وقت فتقول لك بقى ايه لا انا مش عندي وقت اعمل دي ودقيقه قوي ولازم اعمل الرسمه دي الفلانيه. لا مش لازم، ابسط حاجه اهي وانت شكليها زي ما انت عايزه بعد كده. معانا ناديه، اهلا وسهلا يا ناديه، كلمينا تاني. بصوا كده معانا نهى. ايوه صباح الخير. صباح الفل. ازاي حضرتك؟ الله يخليك. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله. تسلم ايدك. الله يسلمك. الله يخليكي. استاذنك معلش بس تقوليها لي دلوقتي طريقه عمل العكاوي. عكاوي؟ ايوه. حاضر. عايز تعمليها طاجن؟ اه بعد. هي ليها طريقه تانية غير الطاجن؟ اه طبعا، بس ممكن مسلوقه عادي وتحمريها في الفرن بعصير طماطم وبصله. طب ممكن تقولي معلش على طريقه عمل اللي هي الطاجن؟ حاضر عينيا. الطاجن لو عندكم هننزله ولا اقول انا؟ طيب ماشي. بصوا كده ونبدا بقى نقسمها كده. نحاول نظبطها شويه كده بقى، نحاول نخليها قد بعضها شكلها متناسق كده وحلو، ونرصها وممكن ايه نرتاح شويه ممكن ما ترتاحش، ده بيكنج باودر ما فيهوش اي مشكله دوت، نشغله على طول. دي منها بسكوته ومنها ايه قراقيش. معانا جيهان. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ الله يخليك. ازيك انت عامله ايه؟ ربنا يجعل ميزان حسناتك، وانا كنت اول واحده فاشله في الاكل عن طريق حضرتك والحاجات السهله ديت بجد بجد، يعني بقيت استاذه في وسط زمايلي ما شاء الله. رب تسلم ايديكي يا حبيبتي، ربنا يديك الصحه. تسلم ايديكي. الله يخليكي. بعد اذن حضرتك ليا سؤالين. اتفضلي. الله يخليكي. اولا عايزه اعرف المكرونه اللي بالكريمه البيضاء، هل بعملها بالبشاميل ولا الكريمه اللباني، وبتتعمل ازاي، وايه الاضافات اللي انا ممكن احطها عليها زي ما بنشوفها كده في السلطات والحاجات اللي بتبقى بره؟ حاضر. هي البصي، هي المكرونه الصوص الابيض ده ممكن بنعمله بشاميل خفيف خالص، وممكن بنعمله بشاميل ونضيفه له كريمه، يعني كريمه لباني. يعني في كذا حاجه ماشي. وبعدين ممكن تعمليه بقى بالمشروم، ممكن تعمليه باللحمه المفرومه، ممكن تعملي اي حاجه تانية انت عايزاها، يعني ليه اشكال كتير جدا، بس هو اساسه انك بتعملي صوص الابيض بشاميل خفيف عادي. لو انت مش عايزه تحطي له كريمه ما تحطيش، عايزه تزودي له قيمه غذائيه ثانيه بتحطي له كريمه، بس طعم يبقى للدايت ممتاز يعني. ماشي. ادي كده البسكوته، انا كملت حتى حبه دول كمان، وادخلها الفرن وهطلع فاصل دلوقتي، ارجع بعد الفاصل اقول لكم على الاسئله اللي ايه اللي كانت فايتاني. وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي خلصنا كل الاكلات النهارده، هنزل لكم واحده واحده بمقاديرها على الشاشه علشان تصوروها، عشان ما يبقاش عنده حد حجه بقى.
تاني مرة اهو. المكرونة اللي باللحمة المفرومة والجبنة. تنزل مقاديرها ونصورها. مكرونة انا هشرحها برضه عشان اللي قاعد معانا متأخر. المكرونة المسلوقة دي مكرونة اسباجيتي سلقتها فردتها قدامي كده. اسباجيتي بطولها ما تقطعهاش يعني، حاولي تحطي حلة على النار حطي بقى بطولها، هي بتزحلق لوحدها وتلاقيها ايه اتسلقت. بفردها قدامي، تنزل مقادير المكرونة أول حاجة، وبعدين أحط عليها معانا اهي عش المكرونة يا ريت نصوره. بفرد المكرونة المسلوقة قدامي وأحط عليها جبنة رومي مبشورة وألفها حوالين نفسها، وبعدين أحشيها باللحمة ايه المفرومة مع الصاجة بالفلفل والبصل والزيتون، وبعدين أحط على وشها جبنة ايه الموتزاريلا بالشكل ده. بتبقى كل واحد بياخد قطعة من دي حلوة جدا، كأنك عامله مكرونه حمراء بس انت كلفتيها شويه صغيرين جدا بالجبنه الرومي وحبه اللحمه المعصجين قليلين جدا، بتعملي طبق حلو قوي. بعديها عملنا البطاطس المحشيه بالفراخ. بطاطس جبناها قشرناها قطعناها بالنصين قورناها بمعلقه بقت بالشكل ده كده، حمرناها في الزيت طلعناها عصجنا لها فراخ من الاخر. انا بلخص لك اهو، عصجنا لها فراخ بالبصله، حطينا فراخ بعد كده صغننا مقطعه صغير، صدور فراخ مقطعه صغير جدا، وحطينا لها ايه برده زيتون فلفل زي برده كانك متعصجي فراخ بالظبط، وملح وفلفل واي حاجه هتحطيها لها، بس انا حاطه لها هنا توم باودر زياده بتديها ريحه افضل. تمام، حطيتها كده وهتحط على وشها جبنه رومي ودخلتها الفرن. بس نواشف جنب نواشف حلوه جدا. الاطباق دي والاطباق الجانبيه الهايله قوي. تمام كده، معانا مقاديرها على الشاشه اهي، يا ريت تصورها علشان ما ننساش اي حاجه منها. انا بقول لك الطريقه وانت بقى بتروحي مركبه الخطوات معاها واحده واحده. تمام كده، هنا عصرنا لها لحمه، هنا عصرنا لها فراخ من الاخر. تمام كده. طيب عملنا هنا كمان البسكوت اللي بالايه بالرده، بسكوت بالرده عادي جدا، بس اهم حاجه في الخطوات دي ان انا هنزل مقاديرها دلوقتي. بنحط الرده مع اللبن، نحط رده مع اللبن نركنهم شويه، بتلاقيها شربت طبعا كل اللبن خلاص وطريت قوي. وبعدين نحط الدقيق مع البيكنج باودر مع رشه الملح مع القرفه ونقلبهم مع بعض. هنيجي نضرب الزيت مع السكر البودره وبعدين البيض والفانيليا ونضربهم حلو قوي مع بعض، وننزل عليهم كل المقادير اللي انا خلطاهم ونعجنهم مع بعض، ونظبط العجين ان هي اقدر افردها واقطعها بالشكل ده واسويها في الفرن. ده بسكوت خفيف وحلو جدا، هو واخد منه قراقيش على بسكوت، يعني لا هي مسكره قوي ولا هي بسكوته دسمه، لا هي يعني حاجه خلطه حلوه قوي. تمام، وعملنا عيش اليانسون، ده عيش لطيف جدا جدا. ده عباره عن دقيق حطينا له يانسون طحنا حبه وحبه حطيناهم على الوش. ماشي، 3 كوبايات الدقيق حطيناهم معلقه صغيره خميره ومعلقه صغيره بيكنج باودر، الاثنين مع بعض بيساعدوا بعض بيخليها تنفش حلو جدا، ومعلقه كبيره سمنه سيحناها وحطيناها عليه برده، ولبن للعجن ورشه سكر ورشه ملح، وينسون اللي بره بقى حطينا له ايه لبن بودره عجناه كده خلناه زي العجينه الخفيفه، وحطيناه على وش الايه على وش العيش برده مقطعته. ده بص انا تقطيعه سهل جدا، ما قعدناش بقى كورنا ولا عملنا، لا هي هي العجينه بعد ما خمرت فردناها قدامنا وقطعناها بالسكينه سهله جدا. خلاص حطينا على وشها اللبن البودره اللي بالميه وحطيت على وشها ايه ينسون حب، بقى كله ينسون في ينسون. ينسون مفيد جدا، المره الثانيه بقولها نحاول نشرب ينسون كتير، كوبايه في اليوم خلاص، والاطفال وكبار وكل حاجه، انه مهدي الاعصاب جدا. شايفه الناس كلها اللي من دول اعصابها كده يعني ايه من الحر بقى، مش عايزه اقول لكم يعني خناقات مستمره في الشوارع. تمام، طيب كان في اسئله جات لنا اللي هي الايه العكاوي. اوكي طيب، العكاوي احنا بنعمل طاجن عكاوي. العكاوي دي بتيجي من عند الجزار طبعا، بتبقى حلقات كده من اللحمه في وسطيها العظمه دي، احنا بنجيبها بتتبليها بملح وفلفل حاجه بسيطه كده، وبعدين يعني لو سبتيها من بالليل يبقى هحط لها معلقه خل عشان الزفار، تشطفيها بميه وخل كده وبعدين ملح وفلفل وسبتيها في الثلاجه من بالليل. حلو قوي، فراخ لحمه اللحوم كلها يعني انها بقى وفليه تبات في الثلاجه، بتخلي تاني يوم اللحمه طريه. لما بتجيبيها تستعمليها في نفس اليوم اللحمه معاكي بتشد زي الاستك، سواء فراخ او فيليه او اي حاجه، صدور الفراخ بتبقى شديده جدا واللحمه كمان تاني يوم بتبقى افضل. هتجيبي طاسه كبيره وهتشوحي عليها الايه الفراخ دي اللحمه دي اللي هي العكاوي، تشوحي معلقه سمنه كده وشوحيها على الناحيتين وشيليها، حطي مكانها البصل
وشوح البصل اهو بصوا معاكي الحاجات اهي كلها، حبهان ومستكه ورق لور وفلفل كل دوت، وبطاطس ده لو انت حابه بطاطس خلاص، حابه تعمليها طاجن عكاوي من غير بطاطس خلاص، انما حابه بصل حط في الطاجن من تحت بطاطس. احنا وصلنا لغايه ايه؟ حطينا العكاوي في الطاسه وشلناها، نزلنا مكانها البصل، بصل قورمة ما عندكيش قورمة وما لقيتيش اعمليها مكعبات صغيرة، قطعي بصل كبير مكعبات، قورمة صعب اللي احنا بنلاقيه يعني، وتروحي مشوحيها مكان اللحمة، هتشيليها. لو هنحط بطاطس هتقطعي بطاطس شرايح ومعلقة سمنة برضه في نفس الطاسة وهتشوحيها على الناحيتين، شوحتيها على الناحيتين طلعيها طبعا مش هتستوي كامل. عندك بقى ممكن تحطي عصير طماطم، عصير طماطم تقيل هتروحي حطاه في الطاسة دي مع ملح وفلفل وخليه يتسبك. هاتي بقى الطاجن رصي فيه البطاطس ورصي فيه اللحمه وفيها البصل وحطي عليها الايه الصلصه اللي انت سبكتيها على وشها كلها ادلقيها، وروحي مدخلاها بقى ايه غطيها الاول كده بورقه فويل ودخليها الفرن. انت كده خدتي هنا نص سوا، اقل من نص سوا شويه، هتاخدي في الفرن بقيه السوا كله تحت الايه تحت الغطا ده، شيلي الغطا بعد كده وخلي وشه يحمر بس. ده طاجن العكاوي البطاطس والبصل. بس كده خلصت حلقتنا النهارده، ويا رب تكون عجبتكم. واي اسئله احنا بنحوشها اليوم الخميس بنبقى فاضيين كده وبنتكلم براحتنا. واشوفكم على خير بكره ان شاء الله، الى اللقاء. Thank you.